السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد أكرم فلاح، وإلى حلقة جديدة من أعظم ألغاز الكون. وكما طرحنا، يعني تكلمنا على اللغز الأول، والذي هو يعني نظرية كل شيء وتوحيد القوى الأساسية للكون، فيما يسمى نظرية كل شيء وتكميم الجاذبية. فقد ارتأيت اليوم أن أتكلم على أحد أعقد وأعظم أيضا ألغاز الكون، والذي يعني حير الفيزيائيين والفلاسفة والرياضيين على مدى كل العصور منذ بداية البشرية إلى حد الآن، وهو لغز الزمن. لا يوجد شخص لا يستعمل الزمن ولا يتكلم على الزمن ولا يحدد يعني موعدا في الزمن، فكلنا نحتاج إذا التقينا شخص أو احتجنا إلى ترتيب أشيائنا أو احتجنا إلى يعني تنظيم حياتنا، نحتاج إلى مفهوم الزمن. ولكن لا يوجد شخص يمكنه إعطاء مفهوم للزمن، سواء متخصص أو سواء هاوي أو سواء رياضي أو سواء فيزيائي أو سواء أعظم عقول العصر. والسؤال لماذا؟ يعني لما ترى الفضاء أو المكان أو سبيس، فإنك ترى يعني، وهذا الذي يحير، أن العلماء منذ عهد يعني اليونانيين، منذ بداية العلم، فقد أسسوا هندسة للفضاء، وأسسوا توبولوجي للفضاء، وأسسوا ما يسمى يعني كل العلوم الرياضية والفيزيائية، يعني وقطعوا ما يسمى سبيس، ويعني في كونتينوس سبيس وفي ديسكريت سبيس، وفي يعني اهتموا كثيرا بمفهوم المكان. ولكن قليل جدا عبر مرور ما يسمى التاريخ والنهضة العلمية الذي اهتم بمفهوم الزمن أو أعطاه حقه. والذين أعطوه حقه فعلا هم اثنين، هو إسحاق نيوتن، وقد يعني لما أدخل مفهوم الزمن للفيزياء فقد حقق ثورة علمية عظيمة لم يسبق لها مثال. ثم جاء أينشتاين فاهتم أيضا بمفهوم الزمان، فعمل أيضا ما يسمى ثورة علمية جديدة. فبالتالي نلاحظ أن أي شخص يهتم، أو أي فيزيائي أو أي فيلسوف يهتم بمفهوم الزمن، فإن الزمن كأنه يعطيه الترقية أو يجعله يقود ما يسمى يعني ثورة علمية. الآن المحير، لماذا الناس لا تتكلم على الزمن؟ لماذا بعض الناس، يعني أنا مع خبرتي مع الفيزيائيين النظريين، فهم ينقسمون إلى أقسام في موضوع الزمن. منهم من يتفادى الكلام عن الزمن أصلا ويعتبره ما يسمى أمرا فلسفيا، وأنه ليس موضوعا فيزيائيا يحتاج إلى وقت، ويعني نضيع فيه وقتنا. والنوع الثاني من الفيزيائيين يخاف أن يتكلم على الزمن ويعتبره شيئا معقدا، وهو شيء يعني ليس لديه، لا يمكن أن ما يسمى يبدأ فيه في يعني حاليا في بداية مسيرته العلمية ويتركه في نهاية حياته العلمية. فبعض الأمثلة، مثال الذين نلاحظهم الآن، الذين لم يتكلموا على الزمن خلال حياتهم العلمية وتكلموا عنها خلال ممكن نهاية مسيرتهم العلمية، زي ليس يعني ليس مولن، وما يسمى كارلو روفيلي، وغيرهم يعني من الذين يتكلمون على الزمن، ولكن أيضا بطريقة فلسفية وليس بطريقة فيزيائية. إذن يعني يأتيك تساؤل غريب جدا، لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الرعب؟ لماذا هذا التعقيد في الزمن؟ لماذا هذا الهرب من مواجهة مفهوم الزمن؟ الموضوع يعني أول شيء يجب
أم ما دام هذا البودكاست أو البث المذياعي موجه للمستمع العربي، فيجب أن يفهم أنه لا وجود للزمن يعني أو مفهوم الزمن كشيء واحد موحد، بل الزمن هو عبارة عن ثلاثة أشياء متراكبة في جسد واحد. فأما الجزء الأول فهو مرور، فهو ما يسمى تدفق الزمن أو flow of time، والثاني هو سهم الزمن أو arrow of time، والثالث ما يسمى بمرور الزمن أو passage of time. فلا يمكن أن نتكلم عن الزمن هكذا، يعني الزمن لوحده، فالزمن هو ليس كائن موجود لوحده، بل هو تركيبة ثلاثية لا تنفصل لبعض. فلا يوجد يعني لا معنى لسؤال ما هو مفهوم الزمن، لا يوجد هذا، يعني هذا سؤال خطأ ليس له معنى لا فيزيائيا ولا فلسفيا، وهذا ما أريد أن أقربه للمستمع العربي. أنه بعض الناس يعني جاءتني في تعليقات في منشورات فتقول لي الزمن وهم. لا يا أخي الكريم، الزمن ليس وهم، الزمن موجود، والزمن نحس به ونحسب يعني، ويمكن أن نقيسه، يعني وكل الفيزياء يعني والمعادلات يعني موجودة، أو ما يسمى المتغيرات الديناميكية، فهي تتغير عن طريق الزمن، فالزمن موجود. وهذه لا يختلف فيها اثنان. لما تقول لي الزمن وهم، فأنت في عقلك تقصد أن تدفق الزمن وهم، وهو يعني كما سنراه هو مذهب واحد من مذاهب تدفق الزمن. لما تقول لي والله الزمن يمشي في اتجاه أو يمر أو يتدفق في اتجاه واحد، فأنت تتكلم على ما يسمى اتجاه الزمن أو سهم الزمن أو arrow of time. لما تتكلم على سفر عبر الزمن، فأنت أيضا تتكلم على سهم الزمن أو arrow of time. فيجب أن نفرق وأن نكون يعني حذرين في هذه المفاهيم. فبعض الناس يقول لي دوران الأرض حول نفسها يعني هي اللي تشكل الزمن وكذا، وأن الفرق ما بين الزمن هنا والزمن في المريخ والمجرات الأخرى. أقول له يا أخي أنت تتكلم على قياس مرور الزمن وهو الثالث، فلا يوجد شخص يتكلم على الزمن لوحده، بل يجب أن تتكلم على أي جزء من الزمن كتركيبة ثلاثية تقصد به، والموضوع يجب أن يكون واضحا، وأن نغير مفهومنا للزمن بهاته ما يسمى التركيبة الثلاثية، وإلا سنكون بعيدين كل البعد عن التطور الملحوظ سواء فيزيائيا أو فلسفيا للزمن. ولهذا عملت يعني خصيصا هذا البودكاست لأوضح هذا الشيء. إذن فنبدأ بأول، ولكل جزء من أجزاء الزمن الغاز، فللتدفق الغاز، وللسهم الغاز، وما يسمى لمرور الزمن الغاز. إذن فنبدأ بما يسمى ما معنى تدفق الزمن، وما هو لغزه. تدفق الزمن أو flow of time، فيعني كالعادة أول من كتب يعني ودون يعني النقاشات حول مفهوم الزمن كان هو أرسطو، وهذا كان في بداية ما يسمى يعني الحضارة اليونانية، وكان يرى يعني وضع استعارة أو ميتافور حول تدفق الزمن، فكان يراه كالنهر، كالنهر، وأن هذا النهر يتدفق من الماضي يعني نحو المستقبل مرورا بالحاضر. والحاضر بالنسبة لما تقول له الحاضر هو اللحظة المعاشة حاليا، كما أنا الآن أتكلم معكم في هذه اللحظة المعاشة حاليا، ولكن اللي هو now in English. ولكن لما تسأله ما هي حدود now، ما هي حدود ناو؟ هل لما أتكلم الحرف الأول هذا ناو؟ هل لما أكمل التسجيل هذا ناو؟ هل لما يعني أتكلم ما أعرفش يعني جزء عن تدفق الزمن الآن هذا هو الناو بالنسبة لك؟ فبالتالي الحدود بتاع الحاضر غير معروفة يعني. وهذا الناس يرون أن الحاضر فقط
هو ما يسمى الواقع، وأن الماضي قد فات وأن المستقبل سيأتي أو آت. إذن فماذا يسمون هذا صاحب المذهب، يعني أصحاب هذا المذهب يسمون بتسميتين، بعض الناس يسميها A Theory of Time أو نظرية ألف للزمن، وبعض الناس يسمونها البريزنتيزم. وهذا من أن من كلمة بريزنت التي تدل على أن الحاضر هو ما يسمى الموجود والباقي غير موجود. وهذا هم الناس الأولين الذين نتكلم عليهم في تدفق الزمن. الآن المذهب الثاني اسمه الإيترناليزم أو الأبديين. هؤلاء يرون أن تدفق الزمن موجود، يعني أن النهر الذي تكلم عليه أرسطو هو ثابت لا يتحرك. ما معناتها؟ أنه لا يوجد تدفق ما يسمى فعلي للزمن، بل هذا وهم. وهذا هم الذين يتكلمون، عامة الناس يقول لك الزمن وهم. لا، تدفق الزمن بالنسبة لهذه الأشخاص الذين سنرى أنهم هم الفيزيائيين يرون أن ما يسمى تدفق الزمن هو وهم، وأن ما رآه أرسطو كنهر هو ما يسمى نهر جامد، لا حركة فيه، لا ديناميكية فيه. ما معنى هذا؟ يقولون أن الماضي في اللحظة التي أتكلم معكم فيها الآن، أن الماضي والحاضر والمستقبل موجود في نفس الوقت. ما معنى هذا؟ فهم يشبهونه بالفضاء. فأنا لو قلت الآن كندا موجودة والجزائر موجودة ومصر موجودة، فهم موجودون في نفس الوقت. لا يمكن أن نقول كندا موجودة الآن ومصر غير موجودة الآن والجزائر ستكون في المستقبل أو كانت، يعني فهذا لا يجوز يعني في الفضاء. فبالتالي فكإسقاط هذا على الزمان، فنقول أن الماضي والحاضر والمستقبل هما موجودون في نفس الوقت. فيسألني السائل يعني كيف موجودون بنفس، يعني ومن صاحب الفكرة أساسا؟ صاحب الفكرة الذي بدأ بالموضوع هي بعد بداية النسبية الخاصة. فلما أتت النسبية الخاصة حصل ما يسمى بتغيير مفهوم للزمان والمكان. يعني أصبح ما أراه أنا الحاضر ممكن تراه أنت المستقبل، وما أراه أنا الحاضر ممكن يراه شخص آخر هو الماضي. وهذه تتعلق بسرعة الشخص، فكلما تسارع كلما ما يسمى تناقص الزمن الخاص به بالنسبة لملاحظ آخر. فلا يوجد ما يسمى مصطلح ناو، مصطلح الحاضر، هذا لا يوجد. زائد أنا الآن لما أكلمكم عن طريق هذا البث الإذاعي، فكلامي هو عبارة عن أمواج صوتية تتحرك يحملها الهواء إلى ما يسمى يعني إلى المسجل بتاع الصوت. فأنتم تعتقدون أنكم يعني تسمعونني في نفس الوقت الذي أتكلم فيه، يعني أنتم في معي في نفس الحاضر، ولكن الحقيقة هي خطأ، لأن الكلام الذي يخرج من فمي يأخذ مدة زمنية لكي يصل إلى الأذن ويحلله الدماغ، فيأخذ على الأقل نانو سيكندز يعني علشان يصل إلى دماغكم، وبالتالي ويقوم بتحليله الدماغ. إذن فلا يوجد، معناتها الذي أراه يعني أنتم تروه حاضرا، أنا أراه ماضي بالنسبة إلي. فبالتالي مفهوم أن نحن كلنا نعيش نفس الحاضر هذا ليس صحيح. هذا بالنسبة لمفهوم النسبية الخاصة. الآن نروح إلى مفهوم آخر، وهو مفهوم أخرجه نيوتن قديما جدا يعني في القوانين، ويعني تبناه يعني متبني دائما سواء في ميكانيك الكم أو في النسبية أو في كل القوانين، أن القوانين الفيزيائية هي مبنية. يجب قبل أن تعطيني مبدأ أو قانونا في الفيزياء، قانونا فيزيائيا، يجب أولا أن تحدد لي تي صفر أو بداية اللحظة صفر
أو الشروط الابتدائية قبل أن تبدأ. يعني أعطيك مثال، أنت الكون تقول لي بدأ، يعني فأقول لك ما هي اللحظة الصفر الذي بدأ فيها الكون، فتقول الانفجار الكبير. فدائما في كل قوانين الفيزياء لازم يجب أن تبدأ بالشروط الابتدائية لما الزمن يساوي تي يساوي اللحظة صفر. ثم تقوم بماذا؟ تعرف لي ما يسمى يعني حالة الجسم الفيزيائي في تلك اللحظة، ثم تقوم بتطبيق قوانين من تلك اللحظة التي تتنبأ لك بالمستقبل، وثم من تلك النقطة في المستقبل تتنبأ بالمستقبل البعيد وهكذا. ثم ممكن بنفس القانون أنك ترجع إلى الوراء وترجع ما يسمى وتعمل إعادة تركيب الماضي. فبالتالي قوانين الفيزياء يعني ممكن تمشي يعني في بلاستي نحو ما يسمى، وهذا سنراه بعدين، يعني ممكن أن تتنبأ لك بالمستقبل وأن ترجع بك وتعيد ما يسمى الماضي، ما عدا قانون واحد وسنراه يعني بعدين إن شاء الله. إذن قوانين الفيزياء بالنسبة لها يعني كل اللحظات يعني الزمنية فهي متشابهة، أنت المهم تعطيلها لحظة ابتدائية، وهي من اللحظة الابتدائية هذه ممكن تروح إلى الأمام وممكن تروح ترجع إلى الخلف عادي، وكل المومنتس عندها فهي متساوية يعني. ولهذا هذا ما يسمى ببعض الناس يسمونه ب يعني هذا لابلاس، اخر شيء اسمه شيطان لابلاس او لابلاس ديمون. لابلاس ديمون هو كائن افتراضي تصوره لابلاس، انك لما تحدد له لحظة معينة وتعطيه كل القوانين الفيزيائية في دماغه، فإنه ممكن يتنبأ بكل المستقبل ويعيد كل الماضي في نفس اللحظة. والآن لابلاس ديمون يشبهه بعض الفيزيائيين هو ما يسمى الكمبيوتر يعني، أو السيميوليشن أو البروغرامين. أنت ممكن تكتب يعني تعطي ما يسمى ببروغرام معين ممكن يعني يتنبأ لك بكل قوانين في المستقبل، وممكن أيضا يتكلم لك على ما هي الشروط وما هي الخصائص في الماضي. هذا ما يسمى بالإيترناليزم، وهم فئة الفيزيائيين. يعني الآن لو تتكلم على أينشتاين أو تتكلم على فاينمان أو تتكلم على كيب ثورن حاليا أو ستيفن واينبرغ، فهم في ناحية الإيترناليزم. الآن نتكلم على الجزء الثاني. فإذا قبل ما نتكلم عن الجزء الثاني، إذا فهم يسمون بالإيترناليزم أو بي ثيوري أوف تايم أو نظرية باء للزمن. إذا ففي تدفق الزمن الذي هو flow of time الذي هو الجزء الأول في محور الزمن، فهو يتكون يعني فهناك مذهبين اللي هما البريزنتيزم والإيترناليزم، وهذا اللغز الأول الخاص بما يسمى بتدفق الزمن. بعض الناس يعني يكون ما بين المذهبين، فيقول أن ما يسمى بما أننا نعرف الماضي، والماضي هو ذكريات، فالماضي هو حقيقي، والحاضر أيضا لأننا نعيش حقيقي، والمستقبل فقط هو ما يسمى الغير حقيقي. وهذه مدرسة تجمع أو مذهب يجمع ما بين الاثنين. الآن نروح إلى أهم بالنسبة لي أنا كفيزيائي ومعظم الناس، اللي هو لغز سهم الزمن، وهو من أعقد فعلا يعني الألغاز التي سنناقشها، وهو من أعقد الأجزاء يعني في الزمن حقيقة، وهو فيزيائي حق يعني مشكل فيزيائي حق. ما هو هذا؟ وعنده علاقة بالسفر عبر الزمن والسفر إلى الماضي والمشاكل هذه كلها. إذن ما هو لغز سهم الزمن الذي هو الجزء الثاني من ما يسمى من الزمن كتركيبة ثلاثية كما قلنا؟ سهم الزمن تعريفه أو تعريف هذا اللغز ببساطة أنه كل يعني نحن وكل الأجسام الكبيرة نحس أن
الزمن يمر في اتجاه واحد وواحد فقط، ألا هو من الماضي نحو المستقبل مرورا بلا الحاضر. ومستحيل أن نرجع إلى الماضي أو أن نرجع للماضي ونغير الأحداث. فمثلا لا قدر الله لو توفي لأحد، يعني لأحد شخص عزيز عليه، فمستحيل أن يرجع ويحييه يعني. ولكن السؤال، يعني لما نقوم ب يعني التأمل في المعادلات أو القوانين الفيزيائية التي وضعها الإنسان نفسه الذي يحس بسهم واحد للزمن، نجدها أنها لا تفرق ما بين الذهاب في سهم الزمن من ما يسمى الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، والعكس من المستقبل إلى الماضي. فهي ليست لها يعني إحساس. إذا غيرنا ما يسمى سهم الزمن بعكس يعني نحو الماضي، فهي لا تحس بالفرق وتبقى صالحة تماما للاستخدام يعني. وهذا من أغرب الأشياء. يعني أنت مثال، لو تأتي بقانون نيوتن، والذي هو يعني ما يسمى هناك المتغير بتاع الزمن فيه، وتقوم بتعويض زائد تي اللي هو زائد الزمن، تعوضه بناقص تي اللي هو عكس سهم الزمن اللي هو الزمن من المستقبل إلى الماضي، فالمعادلة تبقى نفسها. ولو تعمل هذا مع معادلة شرودينجر في ميكانيك الكم، تغير زائد تي بناقص تي، تبقى المعادلة نفسها وتصف نفس الحاجات وتعمل لك تنبؤات ونفس الشيء. معادلات أينشتاين نفسها يعني. فلا يوجد سهم، مفهوم هذا السهم على مستوى القوانين الفيزيائية التي قام ب يعني كتابتها الإنسان يعني. وهذا شيء غريب جدا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنه على مستوى ميكانيكا الكم أو على مستوى الجسيمات التي هي تكوننا نحن الذين نحس بسهم واحد للزمن، الذي هو يمشي من ما يسمى يمر أو يتدفق من الماضي نحو المستقبل مرورا بالحاضر، فأن هذه الجسيمات ليس أيضا لديها سهم للزمن واضح. فيعني مفهوم سهم الزمن على المستوى الميكروسكوبي أو على مستوى الجسيمات زائد على مستوى القانون يفقد معناه تماما، بل هو موجود فقط عندنا. وهذا هو السؤال الذي يطرح، لماذا نحن الوحيدين فقط الذين نحس بما يسمى هذا السهم الزمن الذي يمشي فقط يعني إلى الأمام. يعني نشبهها لك كأنك أنت أخذت، نحن يعني البشر، كأنه ركبنا في سهم الزمن يعني في طائرة تمشي في طريق واحد، يعني تذكرة طريق واحد، ولكن القوانين الفيزيائية والجسيمات التي تكوننا والتي الذرات التي تكونها، فهي كأنها تمشي يعني في طائرة الزمن يعني ذهابا وإيابا، وعندها عادي يعني الموضوع. فلماذا؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال الأساسي، لماذا نحن نحس بهذا السهم؟ وأول من أطلق هذا المفهوم سهم الزمن هو آرثر إيدينغتون، الذي يعني عمل تحقق من النسبية العامة لأينشتاين، وكان أستاذا في كامبريدج يعني، وكان يعني من المشاهير ومن العظماء، بل هو الذي أعلن في كامبريدج أن في شخص فيزيائي شاب يعني غير مفهوم الزمان والمكان لنيوتن، وقد وضع نظرية للزمكان، وقد هو يعني تحقق من ما يسمى تنبؤاتها. فآرثر إيدينغتون يعني هو الذي الفيزيائي البريطاني الذي سمي سهم الزمن arrow of time، أو هو يقصد به السهم الذي نحس به نحن فقط. ولكن أنا يعني لم أقل لكم كل الحقيقة، لأنه ليست كل القوانين الفيزيائية لا يعني
لا تحس عندما نغير الزمن، لأنه زي ما قلنا معظم أو كل القوانين الفيزيائية لحد الآن، لحد كلامي الآن، لما تغير بلاس تي بناقص تي، يعني سهم الزمن من الماضي إلى المستقبل ومن المستقبل الماضي، فهي لا تحس. ولكن الحقيقة أنه يوجد قانون واحد ووحيد فقط الذي يحس بهذا الفرق. يعني سبحان الله، أنت لو تغير السهم هو يعني زي ما يسمى المصباح الأحمر، يعمل لك ما يسمى alarming، يعمل إنذار أنه في شيء غريب، أنه في سهم الزمن هنا تعكس. يعني ألا وهو قانون الإنتروبي لبولتزمان، أو قانون قياس الفوضى لبولتزمان. الانتروبي، ما مفهوم الانتروبي لعامة الناس؟ الانتروبي هي مقدار فيزيائي يرمز له بأس، وهو يقيس مقدار الفوضى. نعطي مثال الآن، وهذا المثال لاختصار الوقت سيحمل أيضا مفهوم سهم الزمن أيضا، على يعني سن يعني سنوضح لماذا قانون بولتزمان يعني يفرق ما بين سهم الزمن من الماضي إلى المستقبل، بل هو بعدين نعرف أنه ممكن هو أساس الفرق ما بين الماضي والمستقبل. ناخذ فرضا أني أخذت كأس، هذا الكأس الذي في يدي ما شاء الله هو منظم، يعني هو أنيق وذراته في مكانها وكل شيء، يعني فهو منظم، فلا توجد فوضى، وهو في يدي الآن، التي يعني معناتها الحاضر، هو في الحاضر الآن. ففجأة يسقط هذا الكأس، فاللحظة التي يسقط فيها الكأس فيدي تصبح فارغة، معناتها الكأس كان في يدي أصبح في الماضي، وهو ذاهب إلى المستقبل الذي هو الأرض أو الانكسار، المصير تاعه الانكسار. وفي الطريق ما بين يدي والأرض هو ما يسمى حاضره يعني. فلما يصل إلى الأرض وينكسر التي هي المستقبل، فيحدث أن الفوضى تزيد، لأنه يعني هذيك البنية المنظمة بتاعته يعني تصبح فوضى، ويصبح شظايا، ويصبح كذا. فبالتالي اس اللي هي الانتروبي هي مقدار قياس الفوضى. فيد ف ف ف في لما كان الكأس في يدي وسقط، فكان في الماضي، يعني في يدي كان في الماضي، فكانت الانتروبي ناقصة جدا، يعني لا توجد فوضى، كانت يعني الفوضى ناقصة جدا. الآن لما ذهب إلى المستقبل ويعني ما يسمى زادت الفوضى، انكسر الكأس وزادت الفوضى في المستقبل، فبالتالي الانتروبي زادت. يعني الانتروبي زادت من ماذا؟ ازدادت من الماضي نحو المستقبل. تقول لي والعكس؟ العكس لا يوجد، يعني الانتروبي لما ما يسمى تتزايد لا يمكنها تتناقص. والدليل انك لا يمكن، على حسب يعني قانون بولتزمان، لا يمكن ان ترجع هذه الشظايا وترجعها كأسا كما كان في الماضي، إلا إذا قمت بعمل خارجي. وقانون بولتزمان يقول لك أنك لا يمكن أنك تعمل طاقة خارجية أو تؤثر على هذه الشظايا بطاقة. يعني نقصد بأن الإنتروبي ترجع، يعني ما يسمى تتناقص ويرجع سهم الزمن إلى الماضي، إلا يعني أن الشظايا تعمل هذا الأشياء لوحدها بدون مؤثر خارجي، وهذا مستحيل. فبالتالي القانون بولتزمان الذي يقول أن الإنتروبي تتزايد، يعني وتتزايد من الماضي إلى تكون يعني لو أو تكون صغيرة جدا في الماضي وتتزايد نحو ما يسمى المستقبل، وأنها لا تتناقص أبدا في وسط معزول، هذا ما يسمى قانون بولتزمان، وهو يفرق بين سهم الزمن كما نفرق نحن.
وصياغة القانون هذا تكتب على شكل اس اللي هو الانتروبي قياس الفوضى تساوي ثابت معين اللي هو ثابت بولتزمان الدالة اللوغاريتمية او اللوغاريتم يعني بتاع اوميجا. وأوميجا هنا هو يقيس ما يسمى التموضع الميكروسكوبي، وهذه لا ندخل فيها، ولكن ألن اللي هي الدالة اللوغاريتمية هي دالة دائما متزايدة تدل على أن الفوضى دائما تتزايد. ولهذا لما نرجع نحن ما يسمى، لو تسأل لماذا الإنتروبي الآن يعني قاعد تتزايد، لماذا الانتروبي الآن تتزايد؟ لأنه الجواب ما هو الذي ممكن نقوله؟ تتزايد لأنها كانت في الماضي صغيرة. فيسألني في الماضي صغيرة، لماذا هي في الماضي صغيرة؟ أقول له لأنها في الماضي الذي قبل الماضي صغيرة، حتى نرجع إلى البيج بانج. فالبيج بانج بدأ الكون في انتروبي بالتقريب صغيرة جدا تؤول إلى الصفر، ثم تزايدت الانتروبي. الآن هذا ما يسمى سهم الزمن، فهذا لغز من أعظم الألغاز. لماذا نحن البشر نفرق ما بين المستقبل والماضي والجسيمات الصغيرة التي تكوننا وما يسمى القوانين الفيزيائية ما عدا قانون الإنتروبي لا تفرق ما بين الماضي والمستقبل؟ الآن أنواع ما يسمى سهم الزمن فهي أنواع، كائن ما يسمى السهم بتاع الثيرموداينامكس اللي هو تكلمنا عليه بتاع الانتروبي هذا بتاع زيادة الفوضى، وعندنا ما يسمى سهم الزمن التابع أو السهم الكوسمولوجي للزمن الذي هو أن الزمن بدأ من نقطة ثم قاعد ينتشر ويتسع، ولكن ماهوش قاعد يرجع، يعني قاعد نشوف فيه يمشي ويتسارع ويمشي، فهذا سهم أيضا للزمن. أيضا انهيار الدالة الموجية بعد القياس في ميكانيكا الكم، والذي سنخصص له يعني حلقة أخرى لأنه حتى هو من أعظم الألغاز، وهذا أيضا اسمه السهم ما يسمى الكمي للزمن. وعلى حسب رأيي الشخصي وخبرتي الشخصية فإن كل هذه الأسهم يجب توحيدها في سهم واحد، فهي تمثل شيئا واحد لعملة واحدة. لاختصارا للوقت فقط، فهذا يعني ما يسمى بلغز سهم الزمن. فقط يعني فقط في ما يسمى في مع نهاية لغز سهم الزمن الذي هو الجزء الثاني ما يسمى من الزمن كتركيبة ثلاثية، فإن سهم الزمن ممكن أن يعكس يعني فتصبح، وهذا ما يسمى السفر عبر الزمن، إلا في حالتين لا ثالث لهما. وممكن أن نخصص هذا الموضوع أيضا بما يسمى السفر عبر الزمن في حالتين: الحالة النسبية الخاصة لما يعني ممكن في بعض الأحيان أشياء يعني تكون سرعتها أكبر من سرعة الضوء، وبالنسبة لي أنا هذا مستحيل، يعني مهما كان بعض الناس يقول لي ويعطي أمثلة وحاجات أخرى فأنا يعني قاعد أشوف فيه مستحيل، لأنه زيادة سرعة الضوء يعني زيادة لما تفوت ما يسمى سرعة الضوء فأنت حتكسر مبدأ هام جدا وتناظر هام جدا اللي هو الكوفارينس برينسيبول، وبعدين حتنهار كل ما يسمى بالنسبية الخاصة، وتنهار نظرية الحقول الكمية، وتنهار أشياء كثيرة، وهذه كلها أشياء مجربة يعني، فإحنا قاعد أشوف فيها يعني أنه مستحيل. أما الشيء الثاني اللي هو ما يسمى ممكن يخلينا نسافر يعني إلى الماضي أو نعكس سهم الزمن، اللي هو في حدود النسبية ما يسمى العامة، وهذا عن طريق ما يسمى شيئين. الشيء الأول هو الثقب الدودي، والشيء الثاني هو ما يسمى الكار بلاك هولز، ولا يعني الثقب الأسود الضوء الذي يدور، يعني اللي عنده أو ما يسمى بروتيشنال بلاك هولز ولا كار بلاك هولز. وهذه يعني كما قلنا سنناقشها في لغز سفر الزمن الذي هو جزء من سهم الزمن.
الآن ننتقل بصورة خفيفة جدا إلى الجزء الثالث من الزمن، وهو مرور الزمن أو قياس الزمن. وهو عند الناس ما يسمى، أنا هو قياس الزمن. الآن أنا لما أضع الساعة عندي، فالتوقيت عندي الآن في كندا مثال هو الساعة مثال 9 ليلا. التاسعة يعني ازاي اعرف انا انها 9 ليلا؟ انه الساعة بتاعي هي تعتمد على الحركة التكرارية للأرض حول نفسها، وأن مثال ما يسمى مرور السنة هي الحركة التكرارية للأرض حول الشمس. فبالتالي قياس مرور الزمن أو الـ passage of time يعتمد على التكرار. فلولا وجود التكرار لا توجد ساعة أو clocks لقياس الزمن. فبالتالي يشترط لوجود الجزء الثالث من الزمن، يشترط ما يسمى أو يشترط لوجود الساعة نفسها أو الكلوك التي نقيس بها، هو مفهوم التكرار أو الريبيتيشن. فإذا يعني لا يوجد عندنا أحداث متكررة، لا تكون لدينا ساعة ولا تكون عندنا مرور الزمن، ولكن الزمن موجود. نعطيك مثال الآن، بعض الناس يعني يقول لك في ساعة ذرية. ما معنى الساعة الذرية؟ الساعة الذرية يعني استخدموا فيها عنصر اسمه سيزيوم. العنصر تاع السيزيوم هذا هو يعني يأخذ بروتون، إلكترون تاع السيزيوم يكون في مدار الأول تاعه اللي هو المدار الأساسي، ثم يقومون يعني لما تحصل له إثارة فهو ينتقل من المدار الأساسي إلى المدار الأول يعني، ثم يرجع. المدة تاع هذه الطلوع والنزول هذه هي حركة تكرارية اللي هي الفايبريشن، اللي هي الاهتزاز. هذه الحركة التكرارية هذه هي نقيس بها الساعة الذرية، يعني اهتزاز ما يسمى أو انتقال إلكترون سيزيوم من مدار إلى مدار ورجوعه، حركة تكرارية هذه نقيس بها الزمن وتسمى الساعة الذرية. فبالتالي يشترط أن ما يسمى التكرار لوجود قياس الزمن، وليس لوجود الزمن، لوجود مرور الزمن. يعني أنت علشان تبني ساعة يجب حركة تكرارية. فيأتيني سؤال، وهذا تخيلته أنا يوم من الأيام. فرضا خلق الله سبحانه وتعالى كونا لا يوجد فيه تكرار أساسا، لا كرة أرضية تدور حول نفسها ولا كذا، ولا تكرار أساسا. فهنا نحن للأسف سيدي المستمع نقول لك أننا الزمن موجود في هذه الحالة، ولكن لا يمكننا قياسه ولا يمكننا بناء ساعة لقياسه. الآن فرضا نتخيل شيء آخر، وهذا يعني نختم به هذا البودكاست. يقول هو شخص، فرضا افرض أنه الزمن توقف. لما الزمن وأنا أكلمك الآن توقف، أو مرور الزمن توقف يعني بلهجة، فإنه دماغي يتوقف، نبضات قلبي تتوقف، ونبضات قلبك تتوقف، وكل شيء يتوقف، والذرات في ما يسمى تاع الهواء تتوقف، والكون يعني الانتشار تاعه يتوقف، وكل شيء يتوقف. فبالتالي حتى الضوء، فرضا يعني واحد يأتيني بتجربة فكرية أخرى فيقول لي، فرضا أنا لا أريد أن أموت وأريد أن ألاحظ توقف الزمن. فيعني أنا عاوز أرسم دائرة حولي يتوقف حولها الزمن، ولكن الزمن يبقى يعيش فقط في الدائرة التي أنا موجود فيها. في هذه اللحظة ماذا ترى؟ فأنت لا ترى شيء، لأنه خارج هذه الدائرة الضوء يعني سيتوقف الانتشار تاعه، فلا ترى أي شيء، وكل ما يسمى الذرات بتاع الهواء حول هذه الظاهرة ستتوقف وتتشكل كأنك جدار حولك، كأنك مسجون، وكل حركات يعني تتوقف. فهذا فقط يعني في ما يسمى قياس الزمن، ولكن أو الـ passage of time.
وممكن نتخيل أنه لماذا الزمن، يعني بهذه بطريقة فندمنتال وأساسية جدا، كيف نتخيل أن الزمن عنده علاقة بما يسمى الحركات التكرارية على مستوى المعادلات. فأكتب لك معادلتين مشهورتين، أنه عندك معادلة أينشتاين تقول الطاقة E تساوي يعني M في C مربع، يعني الكتلة في سرعة الضوء مربع. وعندنا قانون آخر يساوي يقول لك الطاقة تساوي ثابت بلانك H مضروب في التردد، والتردد هنا هو يعني عدد الاهتزازات في يعني في ثانية، يعني هي حركة تكرارية. فتجد أن هذه طاقة وهذه طاقة، معادلة طاقتين تساوي بين هذه المعادلتين، فتلاقي أن ام سي مربع تساوي اتش ميو. فبالتالي ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه إذا فقط أنه إذا كان سي ويعني ما هو ثابت ممكن للتسهيل نساويه واحد، و H اللي هو ثابت بلانك أيضا من الطرف الآخر نساويه واحد للتبسيط، فنلاقي بالتقريب أنه الأم اللي هي الكتلة بالتقريب تساوي ما يسمى يعني تساوي الميو اللي هي الحركة التكرارية اللي هي قياس الزمن. إذن ماذا نستنتج بهذه المعادلة؟ أن الحركة التكرارية التي هي نقيس بها الزمن هي المنشأ للكتلة أم، يعني أن الأم الماس هنا ما هي فقط إلا عن حركة تكرارية التي هي ما يسمى الـ passage of time. ونختم بهذا البودكاست بقولنا أن الزمن يجب للمستمع العربي أنه لا يوجد زمن كتركيبة توحيدية واحدة، بل هو عبارة عن تركيبة ثلاثية وثلاث أجزاء في جسد واحد، وهو تدفق الزمني الفلو of time وسهم الزمني or arrow of time ومرور الزمن passage of time. وإلى إن شاء الله.